انستغرام اللي زوينه وتقدروا سبرينكيو بها صحابكم حبابكم، يعني هيدا تلعب سبرينكيو بها شي واحد ولا تحطوها في ستوري والناس يقولوا لكم او كذا جاوبكم وكذا. المهم كذا زعما راه فهمتوا. المهم هاد الحيله هي ان شي واحد مشهور غادي يراسلكم ويهضر معكم كيف ما كتشوفوا هنايا. يا الصراحه كاع ما غادي يراسلكم بصح، ولكن هي خدعه كما قلت وكيقبلوا عنده هاد الخدعه او هاد الحيله او هاد الفكره. بصح ديروا لايك الفيديو اذا عجبكم وتابعونا، ما تنساوش تابوناو في القناه عبر الضغط على زر ابوني وفعلوا زر الاشعارات باش توصلوا بكل جديد كننزلوا على قناتنا. ودابا يلا نبداو الحيله. المهم دابا غادي ندخلوا نوريكم كيفاش غادي نديروا هاد الخدعه. المهم راه كلشي كيبان لكم هنايا باش نوضح لكم اكثر. كندخلوا انستغرام، كندخلوا لي ميساج كيف ما كتشوفوا ها هما مصرط لي ديجا حتى هاد الخدعه انا ديجا درتها، يعني جربتها قلت زعما تتصدق لي يعني 100% عاد نوريها لكم. دابا هي مثلا ندخل عند سوكينغ طلع انه مصرط لي صاب اللي كندخلوا كنلقاو انا اللي مصرط. كيفاش هاد الخدعه غادي نوريكم دابا. نعاودوا مثلا نكتبوا صالح اوي سكت صالح ونديرو موجي مثلا نديرو هذا وهذا ياك. غادي نديرو هايدا نكليكو على كنكليكيو على السميه ديالو ديال داك المشهور شكون ما كان. كيعطيونا هنايا بزاف ديال الخيارات. شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو ماركي كوم نون، غادي نكليكيو عليها هي طلعت بحال هو مصر لي ميساج. المهم ضحكوا بها مع راسكم وكذا. عاوتاني درناها مع كوثر بامو ديجا انا مجاوبها على شي ستوريات وداكشي. غادي نديرو مثلا ميرسي بوكو ماشي ماشي ونديرو قليب ونصردوها. غادي نديرو نفس الامريكان كليكو على السميه كنديرو ماخي كوم نون. عاوتاني هي طلعت عاوتاني مع رغده كوميجيان نقولو نكتبو مثلا انا يعني. المهم امان مثلا ياك غادي نفس الشيء هايدا. المهم خدعة واعرة بزاف يعني كتسكرينيوها وتحطوها في ستوري. يعني ضحكوا على صحابكم. كنظن انني غادي نديرها في ستوري دابا ونشوف ردة الفعل ديال صحابي. اوكي المهم كنتسنى تكونوا فهمتوا مزيان. انا كلشي عندكم موضح كما كتشوفوا. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا مزيان. المهم ما تنساوش تدخل عندي الانستغرام اللي هو وراه كتطلع لكم هنايا راه خمسه ديال الميساجات يعني راه هما صردوا ليكم ميساج. المهم خدعه واعره بزاف. بس تدخلوا الانستغرام ديالي هو هذا كنحط فيه ستوريات بوستات وداك الشيء. بعض المرات كندير لايفات ولكن بعض المرات سبحان الله. المهم هذا هو الانستغرام ديالي وهذا الانستغرام ديال اماني وهذا الانستغرام ديال اماني. ما تنساوش تدخل عندها حتى هي. المهم هي اصلا يلاه حلات لا ماشي ها ودابا غادي نسكريني هادي التصويره هادي وغادي نحطها في ستوري على اساس هما راسلوا لي داكشي. غادي نحطها في ستوري ديال الانستغرام ماشي ديال الواتساب. اوكي غادي نديرو هكا نحطها في ستوري. غادي نغطي على هادو وندير بحال هكا بحال هكا ندير هادي ندير واعب الله. ندير بحال هكا ندير عاوتاني هادا
نديرو هيدا. انا وهمي يعني نشوف شي واحد يشوفها ويرد عليا ونرجع لكم. اوكي يلا شافوا سبعة، يلا شافوا سبعة، شافوا واحد دري على انا مرجاني حسام ايوب علي. اوكي ماشي بزاف، يلا شاف المهم يلا شافوا سبعة. هذا هو ستوري، نشوف واش كولي جاوبني. يعني علي، علي من مصر، تحية لك يا علي. المهم تحية ليلو، قال لي بقيتي مشهورة يا لولو لولولي. اش نقول له؟ ندير له تقريبا، يعني حتى يشوف هذا الفيديو عاد غادي يعرف انها خدعة. نقول له تقريبا الا قالت لي جاوبوك، نقول له وي. شكون حد اخر جاوبني؟ ما جاوبونيش عليه. المهم صافي، هذه كنكون برانكيت صحابي، و هذا كنكون برانكيت صحابي، وريتكم هذه الخطعه الرائعه. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، فيديو سبسكرايب القناه، والسلام عليكم في فيديو جديد.